في الاسبوع الثالث راح نعلم بداية اللي يتأهل واللي غادر البرنامج. بعدها المتابعة الاخرى كل اثنين راح طبعا كل اسبوع اكيد ما عارفين ينقص العدد ينقص العدد. نقطة على الأخير أيضا 7 أشخاص في الحلقة الأخيرة. حبينا أيضا أن يكون في فرصة أكبر فرصة يعني مش أنه نختارها اللي يوصل المرحلة النهائية فقط 4 أشخاص لأن الجوائز في مركز الأول ثاني ثالث وأيضا في جائزة تشجيعية للجمهور أكثر تصويت على مواقع التواصل وأيضا على موقع إدارة المهرجان يعني في 4 جوائز فما حبينا أن يكون في الحلقة الأخيرة أو في التصفيات النهائية مثلا 4 أشخاص لا فعملنا في التصفيات النهائية قد تكون نوعا ما مغامرة بس أيضا لهم حق علينا فعملنا الحلقة الأخيرة بإذن الله تعالى في 7 أشخاص. طيب عندما نتحدث أيضا عن هذه المساحة للبرنامج كنا يبث على الهواء مباشرة أخي إبراهيم وبالتالي هناك يعني أنا بعتبر نفسي أحد المشاركين يعني أنت قلت لي في البداية فنان طلبها كده أنا بشارك معك أنت تحكمنا وتقيمنا عزيز وغالي فبالتالي أكيد يعني أنت يعني أنا كفريق عمل حسوا بهاي التمارين كيف ممكن تتابعوا شيء من الحضارة من الرهبة من الحرص لدى الشباب المشاركين في هذه المسابقة أكيد اللجنة طبعا حريصة وفي نفس الوقت طبيعي انها تاخذ الامور يعني مبدئيا مش المسابقه طبعا ما فيها مجامله ولا فيها متابعه لان ان جاملتك مثل ما ذكرت نفسك ان جاملتك انا ما خدمتك يعني انا ضريتك في المجامله من باب الحرص ومن باب المتابعه فاحنا الحمد لله رب العالمين فريق عمل اللهم لك الحمد والشكر اي نعم العدد مو كبير حتى في امس كانت عندي مقابله في ليالي المهرجان على الهواء مع حبيبنا عبد الله الصباح المتعلم